السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة الأخبارية من دبليو تي في نبدأها بالعناوين. مفوضية الانتخابات تحدد الأحد موعدا لتسلم الطعون بالنتائج واستمرار المفاوضات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر. وقفة نسائية في البصرة تضامنا مع مطالب المتظاهرين وانتقادات لتأخر تنفيذ الوعود الحكومية التي تم إطلاقها. السيطرة على تلة العلم في عمق بادية السويداء والدفاعات السورية تسقط طائرة إسرائيلية مسيرة غربي دمشق. ومجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق في مجزرة الأطفال في صعدة ويشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت مفوضية الانتخابات أنها ستستقبل الطعون الخاصة بنتائج العد والفرز اليدوي اعتبارا من يوم غد الأحد. الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة قال أن مجلس المفوضين سيستقبل الطعون الخاصة بالنتائج لمدة 3 أيام وحسب القوانين والإجراءات المتبعة حول هذا الموضوع. وكان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أعلن يوم الخميس الماضي النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون. حددت المحكمة الاتحادية موعد بدء المدد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث. المتحدث باسم المحكمة الاتحادية ياس أساموغ قال أن المدد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث تبدأ بعد الإعلان عن النتائج الابتدائية، مبينا أن مرحلة الطعون تستغرق بحدود أسبوعين تبدأ من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، حيث تقدم تلك الطعون إلى مجلس المفوضين وتحال إلى هيئة القضائية للانتخابات، مضيفا أن المفوضية تقوم بإرسال القوائم النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لكي تصادق عليها. أكدت الجبهة التركمانية عزمها الطعن بنتائج العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك. رئيس الجبهة أرشد الصالحي أوضح أن لدى تركماني وعربي كركوك ما يثبت حالات التزوير، فسنقوم بتقديم الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية خلال المدة القانونية، مشيرا إلى إيقاف عملية العد والفرز لأصوات الخارج دون توضيح يعتبر أيضا مخالفة صريحة. أكدت حركة تغيير أن تطابق نتائج الانتخابات البرلمانية الألكترونية مع العد اليدوي دليل على إعطاء الشرعية للمزورين. القيادي في الحركة محمود الشيخ وهاب أوضح أن القضاة المنتدبين أخفوا العديد من حالات التزوير والتي جرت على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية للعام الحالي ستسجل كضربة قاضية للعملية الديمقراطية في العراق بسبب عدم الالتزام بالقوانين ومبادئ الديمقراطية في إجرائها حسب قوله. أعلن تحالف النصر عن تشكيل لجان تفاوضية لإجراء حوارات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر. القيادي بالتحالف رياض التميمي قال أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة وفد من التحالف إلى الإقليم لإجراء حوارات مع الحزبين الكرديين، مبينا أن التحالف ليس لديه أي خطوط حمر على أي كتلة وهناك حوارات معمقة مع الجميع. وكان القيادي في تحالف النصر خالد العبيدي كشف عن وجود توافق مع تحالفات سائرون والحكمة والوطنية لتشكيل الكتلة الأكبر. تجتمع أحزاب المعارضة الكردية اليوم في السليمانية لمناقشة عدد من الملفات بحسب ما أفاد به مصدر كردي. المصدر أوضح أن الاجتماع يضم حركة تغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني وتحالف العدالة والديمقراطية، مبينا
إن الملفات تتضمن الرد على نتائج الانتخابات التي أعلنت من قبل القضاة المنتدبين والمشاركة بتحالف كردستاني موحد أو الدخول بتحالف منفرد في البرلمان الاتحادي، إضافة إلى بحث الملفات السياسية في كردستان ومنها انتخابات برلمان الإقليم. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى البهادلي المحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم. أهلا وسهلا بكم ومستمعيكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. بداية دكتور، كيف تقيمون إعلان القضاة المنتدبين لتطابق نتائج الانتخابات؟ هل تتوقعون المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية؟ تفضل. يعني بالتأكيد إحنا الحقيقة فاجئنا بالنتائج، يعني على مستوى المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي العراقي. نعم. كنا نتوقع إنه أن تكون هنالك تغييرات على مستوى الأعداد على مستوى القتل، لكن يبدو أن التغييرات اللي شهدتها عمليات العدو الفرنسية تغييرات داخل الكتلة أو داخل فصيل سياسي معين، يعني مكان مألي با أو با يتعب مكان جيمة وكذا، دون أن يطرأ تغيير جوهري على الأعداد، باستثناء يمكن تحالف الفتح زاد مقعد واحد. وبالتالي يعني كل الكلام اللي دار حول انه التجوير وعمليات الاحتيال اللي رافقت العملية الانتخابية السابقة، وكل الإعلام الحقيقة هو اليوم نفته يعني عمليات العدو الفرنسي بوجود القضاة التسعة، وحتى الانتقادات اللي وجهت إلى مفوضية الانتخابات هي اليوم الحقيقة نسفتها عملية العدو الفرز ونسفها يعني قرار القضاة المنتدبين، لا بل أعطى يعني مصداقية، ما بعثها مصداقية إلى مجلس المفوضين الحالي، كون أن النتائج اللي أعلنتها المفوضية يعني مجلس المفوضين السابق والنتائج اللي أعلنها مجلس المفوضين القضاة المنتدبين هي تكاد تكون واحدة بنسبة تطابق تقترب من 100%، وبالتالي الحقيقة ينفي كل الكلام، وهذا من أكبر يعني الصدمات اللي واجهتنا إحنا كمتابعين. كنا نتوقع إنه أن تحال أسماء إلى القضاء، كنا نتوقع إنه أسماء يعني تطالها عمليات التزوير وبالتالي تستبعد، وبالتالي ما حدث تغيير جوهري بين النتائج اللي اعلنها مجلس المفوضين عن النتائج اللي اعلنها دكتور. اسمح لي العدو الفرد بقيادة. اسمح لي دكتور اسمح لي بالمقاطعة لو سمحت لي. اتوقع يعني هنالك ارادة سياسية، او يعني هكذا هو الحال يبدو في العراق، يبدو هنالك إرادة سياسية. طيب دكتور، أرادت كما يقال لملمت الموضوع وجعله أن يخرج بالطريقة اللي تم إخراجه بها. دكتور مصطفى البهادلي تسمعني دكتور؟ المحكمة الاتحادية على هذه النتائج لكي نستمر في عمليات دكتور مصطفى البهادلي الانتخابات الدستورية. نعم دكتور اسمح لي بالسؤال، إذن أنت ترى يعني أو تتوقع عدم جدوى الطعون المقبلة؟ هناك كتل وشخصيات أكدت عزمها الطعن بهذه النتائج، تتوقع أنها لم تتمخض عن شيء؟ بالتأكيد، لأن الطعون التي يعني أنا أذكر جنابك والمشاهدين والمستمعين بحقيقة بالحقائق الآتية. أولا كانت هناك لجنة وزارية شكلت من قبل السيد رئيس الوزراء وبعضوية جهاز المخابرات والأمن الوطني والهيئات القضائية، واللي أثبتت أنه عدم صلاحية الأجهزة المستخدمة في عمليات الانتخاب، يعني وهذا مو صحيح، يعني هذا اللي أعلن من خلال وسائل الإعلام. طيب، وثانيا هنالك أيضا لجنة تحقيق وتقصي حقائق شكلت من قبل السيد عادل نوري في من قبل مجلس النواب بقيادة عادل نوري العضو الأكثر متابعة لموضوعات الانتخابات، وأيضا هنالك قضايا ودعاوى شكلت من قبل نواب وكتل سياسية وفصائل للطعن بنتائج الانتخابات، كانت يعني الانتخابات وحتى على المستوى الإقليمي حتى بدأت هنالك الكثير من الأقاويل بشأن الانتخابات السابقة. طيب. وكنا نتوقع مثل ما قلت لجنابك، وبالتالي أنا ما أتوقع هذه
يعني اليوم جناب تسألني عن الطعون التي قدمت الى القضاء، ايضا ما اتوقع هنالك كبير اثر يعني او اثر كبير ينتج عن هذه الطعون، وبالتالي انا اتوقع انه العمليه الانتخابيه تسير كما الارادات السياسيه اتفقت على ان تكون كما هي الحال يعني. نعم. وان يمشي الوضع بهذه الطريقه للاسف الشديد يعني. طيب دكتور مصطفى البهادلي المحلل السياسي، انا اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. كشف عضو مجلس الديوانية زينب حمزة العابدي عن إصدار القضاء مذكرة إلقاء قبض بحق 10 أعضاء في مجلس المحافظة بسبب مخالفة إدارية عذرا. وقالت العابدي أن إصدار المذكرة جاء على ضوء قرار مخالف للتعليمات المالية يخص تصويت الأعضاء على صرف مبلغ مالي كقرض من الإيرادات كوقود لمركباتهم لحين ورود التخصيصات المالية للموازنة التشغيلية لعام 2015، مشيرة إلى أن المجلس سيقوم بنقل القضية إلى محكمة القضاء الإداري في بغداد للنظر فيها. قال عضو مجلس البصرة ناظم نمر أن الحكومة المركزية غير جادة في تنفيذ مطالب المتظاهرين، مضيفا أنه تم استلام جزء من المبالغ المالية المقدرة ب3.5 تريليون والتي تم تخصيصها لتنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية في المحافظة، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع المتلكئة ليست آنية التنفيذ وتحتاج إلى وقت طويل لإنجازها. نظمت عدد من النساء الممثلات لبعض النقابات والاتحادات في البصرة وقفة أمام مبنى ديوان المحافظ. المشاركات في الوقفة أكدن دعمهن لمطالب المتظاهرين المشروعة بتوفير الخدمات وفرص العمل، إضافة إلى محاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حقيقية تلبي طموحات الشعب العراقي. سعيا لتحقيق تطلعاتهم يستمر البصريون في تظاهراتهم التاعية إلى توفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي. المتظاهرون دعوا للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والعمل على مكافحة الفساد. الزميل فؤاد الحلفي ومزيد من التفاصيل. الشارع البصري وفي تظاهراتهم أمام مبنى المحافظة يؤكد على عدم جدية الحكومات المركزية والمحلية في تنفيذ الوعود التي قطعتها للمتظاهرين منذ أكثر من 3 أسابيع لم ينفذوا منها شيئا على أرض الواقع. بالنسبة لعبادي مهما اتخذ من قرارات حول الفاسدين فهو فاسد بالأساس، فهذه خطوات ترقيعية وليس لها صحة من واقع الحال الملموس. إحالة بعض الوزراء وأعضاء مجلس النواب وسحب يد آخرين من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي أصبحت حكاية لا يثق بها الشارع البصري، واعتبار السيد العبادي جزءا من منظومة الحكومة المتهمة بالفساد كما يقول المواطنون. حكومة العبادي لم تؤدي دورها الحقيقي، علما أنه رئيس الوزراء أيضا متهم بقضية الفساد. نحن نستغرب رئيس الوزراء عندما يجتمع بمجلس الوزراء ألا يقول إلى وزير الكهرباء، وزيرة الصحة، وزير التجارة، وزير ماذا قدموا من إنجازات؟ أين إنجازاتهم؟ العملية مو جدية يعني ومو أهلا للحكومة لتشكيلتها نهائيا، هو تشكيلة فساد، فما ممكن انه تتجاوز عمليه الفساد. فالفساد اكبر من الحكومه واكبر من رئيس مجلس الوزراء، فهاي العمليه كلش كبيره والفساد ما ينتهي. وفي تقديم الدعم للمتظاهرين تظاهر عددا من النساء في البصره امام مبنى المحافظه في رساله واضحه بان نساء البصره يدا بيد مع المتظاهرين في البصره، وستستمر التظاهرات السلميه حتى تحقيق المطالب. هي مجموعة من النقابات والاتحادات المهنية وسيدات الأعمال، الحقيقة الهدف الرئيسي هي مساندة المتظاهرين، لأنه لدينا قناعة تامة أنه أهداف المتظاهرين هي أهدافنا إحنا، يعني قضية واحدة، فإحنا نساندهم. صوتنا، صوت المرأة البصرية لازم يرتفع أول شيء للحكومة، أنه النساء ترى ممكن أن تطلع عليكم. صح وقفتنا هذه يمكن اليوم ما معبة
لها بشكل جيد، ولكن الوقفات القادمة راح تكون أكثر. وقفتنا الاحتجاجية لهذا اليوم هي وقفة تضامنية مع أبنائنا وإخواننا المتظاهرين، ووقفة داعمة لمطالبهم المشروعة. وإحنا بالإضافة المطالبنا نضيف أنه تصحيح مسار العملية السياسية التي بنيت خطأ على أساس المحاصصة الطائفية واللي سببت هذه النكبات اللي مر بها البلد. يذكر أن الاحتجاجات الشعبية مستمرة وتشهد تصعيدا كبير في الأيام القليلة الماضية، وبحسب ناشطين في البصرة ستستمر التظاهرات المطالبة بحقوق المحافظة إضافة لإحالة الفاسدين للنزاهة. لدبليو تي في الفضائية من البصرة، فؤاد الحلفي. أكدت وزارة الموارد المائية تراجع نسبة ملوحة المياه تدريجيا في البصرة بعد زيادة عدد الإطلاقات المائية. مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله أوضح أن الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة من مؤخر قلعة صالح تبلغ 76 مترا مكعبا في الثانية، مشيرا إلى أن انتهاء مشكلة مياه الشرب تتطلب وقتا أكبر لدفع المد الملحي عن شط العرب. على خلفية تراجع مناسيب المياه، شهدت عدد من المحافظات الجنوبية لا سيما في مناطق الأهوار هجرة لعدد من العوائل باتجاه المحافظات الأخرى بسبب اعتماد هذه الأسر على الأنهار كمصدر رزق لها. الزميل لؤي حسن ومزيد من التفاصيل. تعاني محافظة جنوب العراق من أزمة الجفاف الذي طال جميع جوانب حياة المواطنين البسطاء، حيث أضر بالمقدمة بالزراعة، الأمر الذي دفع بهجرة مئات الفلاحين من أراضيهم بحثا عن فرص عمل أخرى، وأثر أيضا على الثروة السمكية في البلاد بسبب انخفاض حصصها المقررة من وزارة الموارد المائية، الأمر الذي أدى لارتفاع نسب الملوحة في المياه. المحافظات التي تقع شمال الدقة لم تلتزم بالحصص التي حددتها الوزارة، ووعزت لقيادتي عملية الرافدين والفرات الأوسط التدخل لحل المشكلة لأنها ما زالت قائمة من دون معالجة، إذ قد يؤدي هذا الوضع إلى هجرة جماعية لتلك المناطق، حيث تتعرض مصادر المياه للإهمال الشديد من قبل الحكومة، وتعاني مناطق الأهوار في محافظة ذيقار تحديدا من التقصير في عمليات التطهير الخاص بها، الأمر الذي أدى إلى جفاف تلك الأهوار. ومع تفاقم أزمة المياه بسبب شحاتها في المحافظات الجنوبية، تتصاعد حدة الخلافات بين إدارة مجالس تلك المحافظات، حيث أسلوب إلقاء التهم وتبادلها فيما بينهم هو السائد في الوقت الحالي، ما يجعل تلك الأهوار تخرج من قائمة التراث العالمي. لؤي حسن، دبليو تي في. أهلا بكم من جديد. اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان المنتهي ولايته حاكم الزاملي سلطات أربيل بالتواطؤ في تهريب إرهابيتين ألمانيتين الجنسية من سجون إقليم كردستان. الزاملي شدد على ضرورة فتح تحقيق جدي بعملية تهريب إرهابيتين ألمانيتي الجنسية من سجون إقليم كردستان بالتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية في الإقليم وعدد من المحققين والشرطة الألمان، محذرا من تكرار تهريب المجرمين الدواعش من السجون العراقية. أعلن مركز الإعلام الأمني إصابة 3 أشخاص بهجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في قرية الخضرانية من جهة جزيرة الشرقاط شمال تكريت. المركز أوضح أن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، فيما أشار إلى أن أحد المصابين حالته خطرة. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 3 إرهابيين من أتباع ما تسمى الطريقة النقشبندية بحوزتهم أسلحة متوسطة وخفيفة في الساحل الأيسر من الشرقاط.
ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على عصابة متخصصة بتجارة الحبوب المخدرة ذات التأثيرات العقلية والنفسية في بغداد. الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أكد أن مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد ألقت القبض على عصابة متخصصة بتجارة الحبوب المخدرة ذات التأثيرات العقلية والنفسية من خلال نصب كمين لهم والقبض عليهم بالجرم المشهود، مشيرا إلى أنه جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. طلب المجلس العربي في كركوك الأمم المتحدة بالتدخل لضمان عودة أهالي القرى العربية والتي تم تهجيرهم منها. المجلس في بيان له أكد أن قوات البشمركة التابعة لمسعود برزاني قامت بتهديم عدد كبير من منازل العوائل العربية في كركوك بعد إجبارهم على النزوح قبل تطبيق خطة فرض القانون، مشيرا إلى أن تأخير عودة تلك العوائل سيؤثر بشكل مباشر على التعايش السلمي في المحافظة. تواصل بعثة الحج العراقية إيصال الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة. البعثة في بيان لها أكدت أن أكثر من 26 ألف حاج يمكثون حاليا في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى أنه سيتم تفويج العدد المتبقي من الحجاج في المدينة المنورة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. ملامح الطفولة في العراق باتت مغيبة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. الطفل سجاد لم يتجاوز 10 أعوام من عمره حمل على كاهله إعانة عائلته بعد رحيل والده. الزميل صقر منذر ومزيد من التفاصيل. هذه العربة الصغيرة هي مصدر رزق سجاد الذي لم يتجاوز عمره 10 أعوام. ظروف الحياة جعلته ينحرم من الطفولة ويترك مدرسته ويتوجه إلى العمل. يخرج من بيته منذ الساعة 6 صباحا مع عربته التي تحمل أشياء بسيطة متوجها إلى سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد لتوفير قوت يومي لعائلته بعدما تركهم والدهم لأنه لا يمتلك عمل يعينهم، فأصبح سجاد معيلا لعائلة كاملة. سجاد بالشورجة أبيع نعالات. تبيعين عائلتك؟ زين شنو عن وضع عائلتك؟ تعبانة حيل. تعبانة بطل المدرسة؟ بطل. ليش؟ أبويا بطل. زين والدك شنو يشتغل؟ أبويا عافنا وراح من ورا الشغل، شايف شغل ماكو. شغل ماكو عافنا وراح. زين شلون شلون تطلع باليوم؟ شلون عادك؟ ما اذا ما طلعنا عمو من يشتغل، واذا طلعنا الحمد لله وشكر. زي من يا ساعة تطلع؟ من يا ساعة تطلع للشغل؟ نطلع من 6 بالصبح. الكلمات التي تخرج من سجاد بصعوبة لكون ما يحمل بداخله ألم وحسرة، والحزن على ملامح وجهه البريء واضحا، فهو يتمنى من الجهات المعنية بإيجاد صورة حل له لإنقاذه لكون ما يتعرض له من كلام جارح وأساليب غير أخلاقية. أطالبه يعني ما يصير هيك، أبوي عافنا وراح شايف شغل ماكو، إذا يشتغل هنا أقول له لا أطلع، وين ما يروح أقول له لا أطلع، من هاي إيجار ماكو، هاي خلاه راح. تصرفت مو زينة هواية، من كان أبوي شوية كانت زينة. ملامح الطفولة في العراق باتت مغيبة بسبب الظروف التي يمر بها المجتمع العراقي، فضلا عن غياب التفاتة المحلية والدولية. من بغداد، صقر منذر، WTV.
أهلا بكم. إلى الشأن الدولي، سيطر الجيش السوري على تلة العالم في عمق بادية السويداء ضمن عمليات تطهير المدينة من بؤر الإرهاب. وذكر الإعلام الحربي السوري أن الجيش يواصل تقدمه على محاور بادية السويداء بعد أن أحكم سيطرته على سد الزلف وتلول الضبيعة وتقدم عشرات الكيلومترات في عمق ريف السويداء الشرقي. وأشار الإعلام الحربي إلى أن وحدات الهندسة بالجيش بدأت بتمشيط الطرق والتي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين مع إزالة مخلفات الإرهابيين. أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء قادمة عبر الحدود اللبنانية. وأوضحت مصادر عسكرية أن الطائرات اخترقت الأجواء فوق منطقة دير العشار أو العشائر في أقصى الريف الغربي لدمشق قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية السورية وتسقطها. وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة توجهت لموقع الإسقاط. إلى الملف اليمني، حيث دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في المجزرة التي ارتكبها التحالف السعودي في صعدة اليمنية والتي أودت بحياة أكثر من 50 يمنيا أغلبهم أطفال. المجلس هو بعد جلسة مناقشات أعرب عن قلقه إزاء الارتفاع الملحوظ بأعداد الضحايا المدنيين في اليمن إثر الغارات السعودية، مشددا على ضرورة فتح تحقيق شفاف بتفاصيل المجزرة ومحاسبة مرتكبيها. قتل عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة وأصيب العشرات بعملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي. وأكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان اقتحمت مواقع لتحالف العدوان في منطقة الفازة بالساحل الغربي وقتلت 18 جنديا سعوديا وعددا من المرتزقة الأجانب. وأضاف المصدر أن القوات اليمنية أحرقت عددا من المدرعات العسكرية خلال العملية. إلى فلسطين، إذا ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين المشاركين بمسيرة العودة أمس الجمعة إلى 3 شهداء وأكثر من 200 جريح. وقالت وزارة الصحة أن قمع مسيرة العودة من طرف جيش الاحتلال خلف 3 شهداء وإصابة المئات شرقي غزة. وذكرت الصحة أن طواقمها عالجت 136 شخصا ميدانيا و106 آخرين بالمستشفيات. نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة القبة الحديدية على مشارف منطقة غوش دان قرب تل أبيب خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية. وسائل إعلام عبرية أكدت أن جيش الاحتلال نشر المنظومة على خلفية وجود معلومات عن هجوم صاروخي مرتقب للمقاومة على الأراضي المحتلة. وكان الاحتلال الصهيوني قد قصف مواقع المقاومة في غزة وأدى لاستشهاد 2 من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام. أحبطت قوات الأمن المصري تفجيرا انتحاريا استهدف أحد الكنائس قرب القاهرة. مصدر مصري أكد أن قوات الأمن تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الوصول إلى كنيسة العذراء شمال غرب القاهرة، ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص المتواجدين في مدخل الكنيسة. خرجت مسيرات شعبية في شوارع العاصمة البحرينية المنامة ليلة أمس تضامنا مع قادة المعارضة القابعين في السجون. ورفع المشاركون في المسيرات السلمية صور القادة الأسرى مرددين شعارات منددة بالإجراءات القمعية والتي يمارسها النظام البحريني ضد الشعب البحريني والمعارضة. أعلن الحرس الثوري الإيراني القضاء على مجموعة إرهابية كانت تنوي دخول البلاد من الحدود الشمالية الغربية. الحرس الثوري وفي بيان رسمي أكد أن قوات الحمزة سيد الشهداء التابعة له
قاتلت 11 إرهابيا حاولوا التسلل للبلاد عبر منطقة أشنويا الحدودية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد. وبحسب البيان فإن المجموعة الإرهابية تم التصدي لها وأثبتت ارتباطاتها مع أجهزة استخبارية أجنبية. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تباهي ترامب بفرض المشاكل الاقتصادية على حليفته في الناتو تركيا بأنه أمر يبعث على الخجل. ظريف وفي تغريدة له على تويتر قال أن ترامب إذا لم يقلع عن إدمانه فرض الحظر والغطرسة فأن العالم كله سيتوحد ضد واشنطن، مؤكدا أن إيران وقفت إلى جانب جيرانها من قبل وستكرر ذلك مرة أخرى الآن. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من يخطط للدخول في مواجهة مع بلاده بدفع الثمن في المنطقة. أردوغان في كلمته في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية أكد استعداد أنقرة للتعامل بعملتها الوطنية في التجارة مع روسيا وإيران والصين لمواجهة العقوبات الأمريكية على خلفية احتجاز القس أندرو برونسون، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت كافة الاحتياطات لمواجهة انهيار العملة. وصلت الليرة التركية انخفاضها لتصل إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو وسط الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ومخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المحلية. الزميل زيد علي ومزيد من التفاصيل. يتواصل مسلسل هبوط العملة التركية يوما بعد يوم بسبب حرب التجارة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا، حيث هبط سعر صرف الليرة التركية مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 30% من قيمتها في هذا الشهر فقط. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرا مطولا عن تفاقم حدة الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة، مما ساهم في تسريع هروب الأموال من الأسواق الناشئة وخلق حالة من عدم الاستقرار في جميع الأسواق التركية. هذه الخلافات تسارعت من خلال التغريدة العدائية التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب استمرار احتجاز الدبلوماسي الأمريكي أندرو برونسون الذي تم سجنه من قبل السلطات التركية في حملة القمع الواسعة للنظام بعد فشل الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا قبل عدة أشهر. وقد يؤدي هبوط سعر الليرة التركية إلى زعزعة الأسواق المالية لأنه أثار شكوك حول الاستثمار في الأوراق المالية التركية، حيث ارتفع العائد على السندات التركية للسنوات العشرة القادمة إلى أكثر من 20%، وهو ما يعني أن التجار يطالبون بعوائد أكثر لما يعتبرونه استثمارا ينطوي على مخاطر متزايدة. زيد علي، WTV. مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة إلى الأخبار الاقتصادية بعد الفاصل. أخبار الاقتصادية من قناة WTV، أهلا بكم. أعلن مصرف الرافدين عن شمول متقاعدي مؤسسة السجناء السياسيين ومن حاملي البطاقات الإلكترونية بالسلف البالغة 3 ملايين دينار. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له أنه تم شمول المتقاعدين من مؤسسة السجناء السياسيين بالسلفة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه بإمكان المتقاعدين الذهاب إلى محطات الإصدار لفروع المصرف المخصصة لغرض التقديم عليها إلكترونياً واستكمال إجراءات منحها. وجه البنك المركزي العراقي المصارف المجازة كافة باستمرار حظر التعامل بالدولار مع المصارف الإيرانية. وقال البنك في كتاب رسمي موجه إلى المصارف المجازة كافة ينص على استمرار حظر التعامل بالدولار مع فروع المصارف الإيرانية. وأضاف البنك أما بخصوص عملة اليورو فالأمر متروك لمتطلبات التعامل مع البنك المركزي الأوروبي والمصارف التي تتعامل باليورو.
أعلنت وزارة الكهرباء عن انفصال خط نقل الطاقة الضغط الفائق كركوك ديالى جراء عمل تخريبي، مبينا إن ذلك أثر على تجهيز محطات كركوك ونينوى وصلاح الدين بالكهرباء. وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في حديث صحفي إن خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق كركوك ديالى بساعة 400 كيفي تعرض إلى عمل تخريبي بإطلاق عيارات نارية في منطقة أنجانا، ما أدى إلى تقطع الأسلاك وانفصال الخط من الجهتين، مضيفا إن مناطق بمحافظات نينوى وكركوك وجزء من محافظة صلاح الدين أصبحت بحالة انطفاء تام، مشيرا إلى أن ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية ستتوجه إلى منطقة الحادث بعد تأمين المنطقة أمنيا لتباشر أعمال الصيانة لإعادة الخط إلى الخدمة. أعلنت الخطوط الجوية العمانية شركة السلام للطيران عن توسيع رحلاتها الجوية المباشرة إلى عدد من المدن، حيث شملت محافظة النجف الأشرف في العراق والخرطوم في السودان. وتنقلت الأنباء العمانية إن هذا القرار هو جزء من خطوة توسيع وجهات الرحلات التي تقوم بها الشركة، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بأربعة رحلات في الأسبوع في العراق لأول مرة مع إطلاق خدمة الطيران إلى محافظة النجف الأشرف. أكد مدير العلاقات بمنظمة الإيرانية رضا جعفر زادة إن على مكاتب شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد بيع تذاكر السفر بحسب عملة الريال، مؤكدا إن المنظمة ستعمم رسميا ضرورة التزام الشركات ببيع التذاكر بحسب العملة الإيرانية، وعدا ذلك يعتبر مخالفة قانونية، مضيفا إن الدفع بالعملة الأجنبية يتعارض أساسا مع فكرة افتتاح مكاتب تمثيلية لشركات الخطوط الجوية في إيران. هبط اليورو إلى أدنى مستوى لأكثر من عام أمام الدولار بعد أن أثار هبوط حالة للعملة التركية مخاوف بشأن انكشاف بنوك أوروبية كبرى على الأزمة المالية في تركيا. وهوت الليرة التركية بما يصل إلى 18% اليوم، متضررة من القلق بشأن نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والتوترات بين أنقرة وواشنطن. انتهت الأخبار الاقتصادية، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو الأخبار. في الختام هذا تذكير بالعناوين: مفوضية الانتخابات تحدد الأحد موعدا لتسلم الطعون بالنتائج واستمرار المفاوضات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر. وقفة نسائية في البصرة تضامنا مع مطالب المتظاهرين وانتقادات لتأخر تنفيذ الوعود الحكومية التي تم إطلاقها. السيطرة على تلة العالم في عمق بادية السويداء، والدفاعات السورية تسقط طائرة إسرائيلية مسيرة غربي دمشق. أخيرا، مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق في مجزرة الأطفال في صعدة ويشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها. نشرتنا الإخبارية انتهت، قدمناها لكم من دبليو تي في. أشكركم على كرم المتابعة، نلقاكم على خير.